يا مساء الورد والفل والياسمين. كنت عملت فيديو من حوالي اسبوعين تقريبا عن يعني القايمة والزواج من اجنبية والزواج من مصرية. كان في التوقيت شوية القرشانات اللي في مصر دولت، لما قعدوا يقولوا معرفش ايه الارضاع، ايه الست ما ترضعش ولادها، والراجل ملزم بايه والست مش ملزمة بايه، حاجات كده كلام فارغ كده. فكنت عملت فيديو في التوقيت دوت. المهم شفت حد كان معلق لي عليه، كانت بنوته كده معلق لي على الفيديو بتقولي بقى ايه ان الراجل المصري، طبعا ايه جاء شن هجوم شديد على الراجل المصري تمام او العربي بصفه عامه، ان الراجل يعني بيتربى في بيته ان هو لا يبقى السيد، وانه عايز يتجوز واحده عشان يبقى عشان هو يتستت في البيت، يعني فيما معناه يعني يتخدم في البيت، يعني عايش برنس كده في البيت. وان الراجل اتربى في البيت عنده في بيوتنا على انه يبقى شخص نرجسي، يعني يحب نفسه يعني، وانه شايف نفسه قوي كده، يعني متباهي بنفسه متفخر بنفسه، شايف انه مفيش حد غيره يعني. احب اعلق عليه، وان الست ما بتروحش المحاكم او ما بتلجاش المحاكم او تطلبش الطلاق، مفيش واحده بتطلب بتخرب بيتها بايديها تمام. طيب ارد بقى على الكلام ده كله تمام، لان الكومنت عجبني او اثار استفزازي زي بقى ما تتقال يعني. المهم انا عايز ارد عليه تمام. اولا فيما يتعلق بان الراجل العربي اتربى على انه يبقى فعلا شخص نرجسي وشخص شايف نفسه عشان مفيش حد غيره، ده صح 100%، انت اتفق معاه على فكره. يعني الراجل العربي فعلا بيبقى شايف نفسه قوي، معرفش ليه ده، ومتباهي كده ومتفاخر بنفسه، يعني ممكن يبقى ملوش اي لازمه، يعني حتى ولد ملوش اي 10 دقايق وتلاقيه طالع قوي فيها وبيتفاخر بنفسه وشايف نفسه قوي. بس برضو البنت العربيه نفس الوضع. مش الراجل بس ده، تلاقي البنت العربيه شايفه نفسها ان مفيش حد غيرها تمام. فحتى وبتشوفوا الكلام ده حتى في الدول الغربيه، تبقى مثلا هنا مثلا في امريكا، مثلا لو انا عايز اتجوز مثلا امريكيه بسهوله جدا اتجوز امريكيه، ومش هتطلب مني اي طلبات ولا اي حاجه، مجرد خاتم دبله خاتم بس، ادي كل الجواز اللي بيتكلم. وكذلك لو جوزت واحده سبانيش، يعني من اللي هم دول امريكا اللاتينيه، نفس الوضع مفيش اي طلبات. تيجي على العربيه بص تحلبك فلوس، تبقى يا بنتي ده انت في امريكا يعني. يعني حتى تقول لك لا بس انا عربيه، يعني عايزه تاخد طباع العرب والاجانب، فتيجي لا دي وقت انها في امريكا لا عايزه حقوق الامريكيات تمام. لا انت ما ينفعش تقول لي كذا، ما ينفعش تعمل معايا كذا، ما ينفعش تقول ايه، يعني بص حقوق الامريكيه بالكامل، وفي نفس الوقت برضه حقوق العربيه اللي هي ايه، عايزه شبكه ومهر ومش عارف ايه، وشبكه ومهر وقايمه وقعده وبتاع وبيت ويتجهز بالكامل وانت تجهزه بالكامل. فبرضه طب انت شايفه نفسك قوي كده ليه؟ يعني على نفس الوضع زي ما الراجل العربي فعلا حاسس ان هو نرجسي، كذلك البنت العربيه كذلك. طيب جاي تقول برضو ان الست ما بتخربش بيتها بايديها، او ما فيش واحده بتلجا للمحكمه الا مجبره، وما فيش واحده عايز تخرب بيتها. لا الكلام ده غلط تمام. الكلام ده لو نرجع مثلا لحوالي 50 60 70 سنه ورا تمام، وقبل كده، كان كلمه الطلاق دي كلمه صعبه جدا، يكاد يكون ما فيش حد كان بيتطلق، يعني الطلاقات دي نادره جدا جدا، وخصوصا مثلا عندنا في مصر كان اللي واحده تتطلق لو ما تبص تلاقي مش الشارع ده، البلد الحي بكامل اللي هي قاعده فيه عارف ان فلانه الفلانه دي متطلقه، وسوقها بيقف غالبا وما بتتجوزش تاني. فلا بتبقى عيبه جدا جدا موضوع الطلاق، فعشان كده ممكن تبقى الواحده مقهوره في البيت ومأذيه في البيت وبتاع مش عارف ايه، وما ترضاش تطلب طلاق ابدا تمام، علشان كانت نظره المجتمع. النهارده الموضوع اتغير تمام، بقت وكمان لو كان ما كانت بتطلق زمان ما كانتش بتاخد حاجه، كانت تروح المحكمه عشان تطلب الطلاق، لو هي راحت لو جوزها مش عايز يطلقها يعني، بتقعد سنين في المحاكم وفي الاخر يا تتطلق يا ما تتطلقش، ولو جوزها طلقها ما بتاخدش اي حاجه. انما النهارده عشان الواحده تتطلق بتحلب الراجل، بتطلع عن ام اللي جابوه، طب تاخد فلوسه، تاخد في اللي وراه واللي قدامه، ويا لو يتداين كمان مفيش مشكله، طب متبقى عارفه ان جوزها ما معهوش فلوس ويتداين. دي القوانين العربيه على فكره، القوانين في امريكا مش كده، القانون في امريكا قانون يقول لك الست بتاخد نص فلوس الراجل، بس لو انا ما معيش فلوس، لو الراجل ما معهوش فلوس خلاص مش هتاخد حاجه. انما القوانين العربيه لا، ظلم
ده يعني لو انا ما معيش فلوس المحكمه هتحكم عليا بفلوس وبالسجن. لا، فاللي يقول لك القوانين الامريكيه اكثر ظلما وعشان الست بتاخد في النص فلوس الراجل، لا اطلاقا. لا، القوانين العربيه اكتر بكتير، اكتر ظلما بكتير من القوانين الغربيه. القوانين الغربيه انا لو معيش فلوس المحكمه مش هتحكم عليا بحاجه. المهم، انا لما كنت في دول الخليج، انا ما كنت شغال احوال شخصيه على فكره يعني، بس ايه، اشتغلت في الفتره الاخيره في مكتب في الامارات، كان شغال في احوال شخصيه، وانا كنت بمسك احيانا قضايا احوال شخصيه بسيطه كده. المهم، كنت اروح المحكمه، احكمت الاحوال الشخصيه في الامارات، الاقي تقريبا كل بالاجماع كل الستات اللي رايحين يشتكوا جوازتهم كلهم ستات عرب بكل جنسياتهم بقى، بالرغم ان الامارات فيها كل جنسيات العالم. هتبص تلاقي فيها هنود وفيها باكستانيين وفيها فلبينيين وفيها اوروبيين وامريكان، كل جنسيات الدنيا، ما تلاقيش حد اجنبي ابدا بيروح المحكمه من الستات الغربيات او حتى الاسيويات او حتى هم الستات العرب بس اللي بيروحوا يشتكوا جوازتهم، بيروحوا يطلعوا عين ام جوازتهم. ده عشان ايه؟ الست العربيه ما تجيش تقول عشان الراجل العربي. طب ما في رجاله عرب متجوزين اجانب، ومع ذلك ما بيحصلش الكلام دوت، ما بتروحش تشتكي في المحاكم، لان الست العربيه عنيده، عنيده جدا. دي مشكله الست العربيه، انها عنيده جدا سواء في الجواز او حتى بعد الطلاق، ولما بتروح تتطلق بتطلع عين امه وعايزه تنتقم من جوزها، تنتقم منه فعلا وتطلق. يعني بص، يعني حتى لو هو يا ست غلطان وخلاص الله يسهل له، تمام، لا، ده عايز تنتقم منه طول حياته، عايز تعذبه طول حياته. ازاي؟ ما تتفنن له. لو معاهم ولاد مستحيل هتخليه يشوف الاولاد. نيجي نبص بقى للست الغربيه، ايه اللي بيحصل للست الغربيه؟ اولا بتعرف تتعامل مع جوزها، تمام، ما بتبقاش داخله معاه من البدايه كده مساله الجواز، يعني داخله معاه حرب الند بالند، وعامله الراس براس معاه، ولازم تكسب الحرب دي هو وعيلته، يعني لازم تكسبه هو وعيلته، لازم هي اللي تطلع ممتازه. دي الست العربيه بتفكر كده، يعني لو تتجوز جديد تبص تلاقي لا، هي عايزه هي اللي تبقى مسيطره، وعايزه هي اللي كلمتها هي اللي ماشيه عليه وعلى اهله، وان اهله حتى ما يقدروش يقربوا منها ولا يتكلموا معاها ربع كلمه، تمام. ده الست العربيه داخله كانها حرب، ولازم تكسب الحرب دي. الغربيه خالص مش كده، بتبقى عادي داخله بتتجوز خلاص، بتحب جوزها وبيعيشوا زي بعض وخلاص، والحياه بينهم ايكوال يعني زي بعض بالظبط. فبالتالي مفيش حته الكبر بتاعت البنت العربيه او السيطره، او اللي واحده عايزه تسيطر على جوزها، او ان كلمتها هي اللي تمشي او 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 ما شفتش الكلام ده، تمام، الا فيما نظر بالنسبه للغرب. كمان ولما بيطلقوا ده بيطلقوا ما بتمرمطوش في المحاكم ولا بتنتقم منه، والاولاد بيبقى منين ما يحب يشوفهم بيشوفهم، ده على العكس هي اللي ممكن تودهم له كمان. ده وكان قدامي يعني، كان في واحده بتشتغل معايا امريكيه كانت مطلقه، كانت لما تبقى مشغوله، انا كان فاكر كان في مره كانت مشغوله، كان هي كانت شغاله فول تايم، وواحده صاحبتها عندها عيد ميلاد، فراحت جايه وهي مش فاضيه تروح عيد ميلاد صاحبتها، فراحت جايه متصله بجوزها يجي بالليل ياخد الاولاد، تمام، علشان بكره يوديهم عيد ميلاد صاحبتها، تمام، وجوزها يروح طبعا عيد ميلاد صاحبتها، تمام، وهي لانها هي مش راحه، تمام. مين عربيه بتعمل الكلام ده؟ تمام، تعالى تتصل بجوزها او بطليقها، تعالى خد الاولاد، تمام، عشان بكره روحوا انتوا كلكم عيد ميلاد صاحبتي، وروحوا اتفسحوا، وروح فسح العيال. في واحده عربيه بتعمل الكلام ده؟ وحتى هما في متجوزين ما بتبقاش داخله معاه الند بالند والراس بالراس، وبعد الطلاق ما بتبقاش داخله معاه مرحله انتقام. ادي فلما يجوا يقارنوا ما بين واحده عربيه والاجنبيه، الاجنبيه تكسب بالتاكيد في مرحله في 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 طريقه التعامل مع الراجل. تمام؟ الست العربيه بتبقى داخله عايزه هي اللي تسيطر، فبالتالي بتخسر في النهايه وبتطلق. انما الست الغربيه عارفه ان الراجل راجل، يعني عارفه ان لازم تدي الراجل ده احساس الرجوله. ده بطبيعه الراجل، تمام، شرقي غربي باكستاني هندي بتاع، يطلع فضائي زي ما يطلع، الراجل يحب يحس ان هو راجل، فبالتالي كلمته اللي ماشيه. فما بتبقاش داخله معاه مرحله حرب، وان لازم انا اللي اكسب الحرب ديت الست الغربيه، فبتعرف تتعامل مع الراجل.
تمام. ولما بيطلعوا بيطلعوا برضو بشياكه يعني، ما فيش مرحله انتقام والحروب اللي ما بينهم، وما بتبقاش بتطلع مثلا بتبقى بغرض الفلوس، وربما بيكون في ناس برضو بتطلع بغرض الفلوس تمام، يعني كغرب يعني لا لا لو معاه فلوس، لو واحد غني ممكن جدا واحد يطلع عشان تاخد فلوس تمام. طيب ادي ادي تقريبا ادي كل الموضوع. في حاجه انا نسيتها، مش فاكر انا في حاجه نسيتها ولا لا. كان ايه بس لغايه دلوقتي لو افتكرت حاجه ارجع لكم تاني. افتكرت حاجه فان الست العربيه لو هي طيبه وكويسه وحبوبه وما هياش عنيده، والله تبقى احسن زوجه في العالم. واحده طيبه بتاخد بالها من جوزها، بتهتم بجوزها، بتهتم باولادها، وكذلك ما هياش عناديه كمان، ما هياش داخله مع ما بتدخلش مع جوزها في مرحله الند بالند، يبقى احسن زوجه في الدنيا. لا تقول لي بقى لا اوروبيه ولا روسيه ولا امريكيه ولا الكلام ده كله، يبقى هتكون احسن ست في الدنيا بس لو تفهم الكلام ده. لكن للاسف ثقافتنا احنا كعرب ان واحده داخله تنتقم من جوزها، او داخله تحارب وداخله تكسب حرب. انا في واحده معايا في الشغل، هي وجوزها الاثنين بيشتغلوا مع بعض، متجوزين بعض بقالهم اكتر من 15 سنه، وكل هما بيجوش مع بعض لان هو شغال شغلانه تانية، فبيجي بار تايم في الشغلانه اللي هي فيها دي. فمنير كل يوم لما بيجي تبص تلاقي مراته تاخده بالحضن وتبوسه وبتاعه مش عارف ايه قصادنا كلنا يوميا، هو جاي الشغل وعايشين مع بعض وبيروحوا مع بعض، او كل واحد معاه عربيه بس ايه يعني قاعدين في البيت مع بعض تمام. ومع ذلك كل يوم لما بيجي الشغل تبص تلاقي بتحضنه وتبوسه وبتاعه مش عارف ايه، والعلاقه ما بينهم حلوه جدا وبقى لهم اكتر من 15 سنه مع بعض. في مين واحده متجوزه بتبوس بجوزها وهم متجوزين 15 سنه؟ في واحده بتبوس جوزها وهم متجوزين؟ الجواز بيكون قبل البوس ده قبل الجواز، انما بعد الجواز ما بتبوس جوزها. تمام. ادي الست الغربيه، عشان لما حد يجي يقول والله الست العربيه والست الغربيه ولا الراجل الغربي والراجل الشرقي ومش عارف ايه، طب ما هي برضه ما هي شوفوا الست ايتها بتعمل ايه؟ طب الست العربيه بتعمل ايه؟ ده على فكره دي قاعده على الستات العرب، يعني بقول لكم الست العربيه والله لو فعلا بتتعامل مع الراجل بطريقه الامريكان او بطريقه الود وطريقه حب وطريقه الصداقه، يبقوا اصحاب ما يبقوش ند بالند وداخلين مع بعض في مرحله حرب ومرحله مش عارف ايه، ويعني لا هتبقى ست كويسه جدا جدا، وتبقى احسن ست احسن زوجه في الدنيا. بس للاسف ما بتبقاش داخله او ما تبقاش داخله مرحله الجواز بالطريقه ديت، تبقى داخله كانها داخله حرب ولازم تكسب الحرب ديت وعند وبتاع، وان كلمتها لازم تمشي وحاجات زي كده. وتدخلات بقى الاهل كمان وتدخلات الاصحاب يعني في حاجات كتيره كده. انما اللي بتيجي تقول لي والله الست ما فيش واحده بتخرب بيتها، لا بيخربوا بيتهم قاصدين علشان ياخدوا فلوس الراجل. انا اذكر كان في قضيه مره معايا وانا في الامارات، كانوا اتنين مصريين، الزوجه راحت اشتكت جوزها عايزه تتطلق منه. وطبعا في الامارات اللي ما يعرفش، لما الست بتشتكي جوزها في المحاكم في الامارات كده الراجل ده اتشلوح اتشلوح هتاخد فلوسه، اغلب فلوس هتاخدها، راتبه هيبقى اغلب راتبه رايح لها تمام، من نفقات بقى ومش عارف ايه، من نفقات ونفقه اولاد، وتطلب عربيه ويجيبها لها، تطلب من المحكمه انه يجيب لها عربيه، يجيب لها العربيه ويدفع هو قسطها تمام، يجيب لها شقة ويدفع هو قسط الشقة ويدفع هو إيجار الشقة. ده الإمارات يلي للأسف قوانين مستفزة جدا، صعب فيما يتعلق بالقوانين الأحوال الشخصية، هتطلع عينه فعلا يعني، بص هتخليه على الحديدة، هيبقى يشتغل بس علشان يدي لمراته بس أو طليقته بس، يبقى دي حياته كلها، وطبعا مش هيعرف يتجوز تاني تمام، لان هيجيب فلوس منين عشان يتجوز تاني؟ فلوسه كلها راح لطليقته تمام، فهي بتبقى عارفه الكلام دوت. فعلشان ما تمشيش في السكه دي، لان برضو عشان تمشي في السكه ديت
محاماه وهتصرف على المحامين وحاجات زي كده والمحامين هياخدوا فلوس. فهي عايزه كمان عايزه تضرب عصفورين بحجر. شفتوا الستات؟ شفتوا كده النساء؟ طب عايزه تضرب عصفورين بحجر. فتروح جايه عامله ايه؟ راحت جايه متتفق تخلي المحامي بتاعها يتصل بينا ان احنا عايزين نحل الموضوع ودي. ماشي يا عم محل ودي. راحت جايه كاتبه لسته بالطلبات اللي هي عايزاها، عايزه راتب شهري قد كده او يعني فلوس شهريه على تحت مسمى بقى نفقات وحاجات زي كده، مبلغ شهري قد كده، عايزه سياره موديل كذا، وتبقى محدده كمان نوع السياره، عايزه السياره وشقه اوضتين وصاله او بتاع حسب بقى اللي هي كانت كاتباه. تطلب طلبات لسته. طيب طبعا ايه الطلبات؟ ايه يعني مش هينه بس اقل شويه من المحكمه هتحكمه. يعني المحكمه لو هتحكم بحاجات اكتر من كده، وهي بتبقى عارفه واحنا عارفين الكلام ده، فبتروح جايه بقليله شويه بس عشان توفر وقت المحاكم ومنها ما تصرفش فلوس محامين. ده فاحنا نوافق نقول اوكي ماشي. ده ويجي الزوج خلاص ماشي موافقين، يروحوا جايين غايبين عننا فتره اسبوع، لا تعيد نظر تاني وتروح جايه معليه في الطلبات بتاعتها تاني. يخرب بيت امك، ده انت عايزه ايه؟ ده هي عايزه بص اقصى حاجه اللي هو لا منها تروح للمحكمه تمام عشان ما تصرفش فلوس محامين، وفي نفس الوقت ما تخسرش حاجه او ما تخسرش كتير من عدم مروحها للمحكمه. تمام؟ فتبقى خدت يعني 95% من اللي المحكمه هتحكم لها. شفتوا كده النساء؟ وتبقى كده ضربت عصفورين بحجر، لا دفعت فلوس محامين او ما دفعتش مبلغ كبير للمحامين، وفي نفس الوقت خلصت الموضوع بطريقه وديه وطريقه سريعه، واخدت تقريبا 95% من اللي المحكمه بتاخده. ادي الستات، ادي الستات العرب بيعملوا ايه في جوازتهم. مفيش واحده امريكيه بتقعد كده عماله تقعد تحسبها وتطل وتحلب جوزها زي بيقولوا زي ايه اللي تطلع منه الجلد والساط ولا مش عارف بتتقل ازاي. مفيش واحده غربيه بتعمل الكلام دوت. الانتقام ده والكيد ده والطمع دوت ده مش موجود على فكره في الغرب، مش بالطريقه دي خالص. حتى لو في منهم كده مش بالطريقه دي خالص. حتى الزوجة العربية أو الست العربية لما بتيجي تتجوز في الغرب بتدور على الغني عشان تتجوزه. في مين بيعمل الكلام دوت؟ فمحدش يجي يقول والله الراجل العربي والله راجل مش عارف نرجسي ولا بتاع. طب الست العربية نرجسية وطلباتها مبالغ فيها قوي، وتطلب طلبات عالية جدا، وتيجي عايزة زي ما قلت لكم عايزة حقوق الغرب وحقوق الشرق في نفس الوقت. يعني يقول لك حقوق الاسلام وفي نفس الوقت حقوق الغرب. يعني ايه؟ يعني انا مش عايز اشتغل، اصرف عليا، انت الراجل انت اللي ملزم تصرف. طب الغربيه لو ما بتشتغلش مش هتجبرني اصرف عليها او هتبقى حتى وهي بتطلب مني بتطلب على استحياء. ليه؟ لانها ما بتشتغلش. ولو انا جيت قلت لها اقعدي من الشغل وهي عايزه تقعد من الشغل، تمام، هتقعد وهتبقى انا بالنسبه لها ده هيرو. يعني حاجه كده ايه يعني ملاك نازل من السماء، انها هي اوريدي بتشتغل وطالع عين امها في الشغل، وانا جيت قلت لها اقعدي يا ستي وبتاع معززه مكرمه وانا هصرف عليك وبتاع مش عارف ايه والكلام ده. ده انا بالنسبه لي حاجه كبيره، لان عاده الحياه بتبقى بالنص، هي لازم تشتغل وانا لازم اشتغل، هي تصرف وانا اصرف، مانيش مجبر ان انا اصرف على البيت بالكامل طول ما دام هي بتشتغل. تمام؟ فانما العربيه تبقى هي تشتغل وتيجي تقول لي لا انا الراجل، انت اللي تصرف، انت اللي تعمل، انت اللي انا عارف ان في ستات جدعه وفي ستات ب 100 راجل وبيقفوا جنب جوازتهم وبتاع، بس انا بتكلم ان في نوعيات كده. حتى لما بتصرف تيجي وقت الجد او وقت مشكله او وقت خناقه تقول لك انا مش مجبره، ده انا بس كده من تفضلي ولا مش عارف ايه، بصرف بساعدك في البيت. طيب يعني دي شغلتك انت، انت اللي لازم تصرف بس انا اللي بس. يعني حتى بتقعد حتى لما بتصرف وتساعده معاه في البيت بتبص تلاقي في وقت من الاوقات كده في مشكله تلاقيه بتذله. فلا التعامل مع العربيه للاسف كزوجة عربيه الا واحده بنت اصول، يعني لو واحده فعلا بنت ناس بجد وواحده بنت اصول بجد وواحده فعلا لا هي عنيده ولا هي كياده ولا دي بقى هتبقى فعلا ملاك. لا بس دوروا بقى عليها رجاله. دوروا بقى على البنت اللي هي ما هياش نكديه، ما هياش كياده، ما بتقعدش تفرك كده وبتاع، اللي بيسموها ما اعرفش ايه، بيسموها ام سرم ما اعرفش، ام سرم تقريبا، اللي هي كده وتسن اسنانها وبتاع وداخله في جو مع جوزها مرحله حرب ولازم لا تقشطه قبل الجواز وبعد الجواز. لو لقيت واحده ما فيهاش الصفات دي، لا يا باشا انت كده لقيت واحده نازله من السما. يعني ده ايه لقيتها؟ ايه لقيتها؟ يلا.
نشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.